الحمد لله. شوف هو احنا المفروض ان احنا قفلنا صفحه كاس العالم للانديه، بس مش قادر ما اسالش حضرتك عن رؤيتك لمشوار الاهلي في النسخه الاخيره من البطوله دي. النسخه الاخيره من بطوله كاس العالم، كاس العالم للانديه، اقدر اقول عنوانها الرئيسي الاهلي ظلم في مباراه قبل النهائي. ظلم ظلم بين من التحكيم، لان كان يستحق ان يوصل النهائي طبعا بادائه طبعا وبلعبه، لكن قرارات الحكم مش هنقدر نتكلم فيها. ما يحسب لك ضرب الجزاء عليك طبعا، وما يحسب لكش ضرب الجزاء طبعا. فالحاجات دي ما هي التفاصيل الصغيره دي هي اللي بتفرق. طبعا. وهي اللي فرقت بالفعل. وبعدين هي جت في توقيت انت مفروض هتركب فيه المباراه. بمعنى ايه؟ ان انت الفرقه دي لان عمرها متقدم او سنها كبير، فما كانتش هتيجي. هي جت نزلت الشوط الثاني، ريحت الربع ساعه، هتنزل تلعب ربع ساعه، اللي هم بتوع الراحه خدوا استرخاء. اخر نص ساعه ما كانتش هتقدر تمشي. في التوقيت ده ضرب الجزاء عليك. خلاص ضربه الجزاء ادتهم الدوافع انهم يكملوا طبعا الاخر ماتش طبعا. واثرت علينا بالسلب في انخفاض المعنويات، لان انت كنت قاب قوسين او ادنى من القمه الوصول النهائي. وده اللي كنا متعشمين فيه، وبالذات في النسخه دي، لان دي اخر نسخه بوضعها الحالي. بعد كده بقى الوضع هيتغير تماما، وعدد الفرق هيتغير تماما، ونوعيه المنافسين هيتغير تماما. بالظبط. بس يعني انا بقول لك التحكيم كان له دور، لان احنا وصلنا كتير، وكان ممكن بالإضافة إلى سوء إنهاء الهجمات كان يأثر. يعني حتى لو الحكم حسب علينا ضرب الجزاء أو كده، كان ممكن نجيب أهداف، ولو جبنا هنكسب. برضو كانت عندنا اللك أو الضعف في استغلال الفرص اللي جات للنادي الأهلي، لكن في النهاية هو ختمها كويس برضو. يعني النادي الأهلي ختم بالمباراة الأخيرة دي بأهداف في كأس عالم. هو مش بيسجل أهداف في مباراة عادية، لكن بيسجل وبيقول لك هو راح للمباراة وركز، جبنا هدفين، حصل شيء من الاسترخاء والفرح ان احنا خلاص وصلنا وان احنا خلاص بقينا الثالث. جابوا هدفين في النهاية، رجعنا تاني لوضعنا. واصلا اللي هو النادي الاهلي وروح النادي الاهلي انها تكسب، نكسب المباراة 4-2. كتير من الجماهير بتتعامل مع مشاركه النادي الاهلي بكاس السوبر من منطلق ان هو ايه، في طريق رجوعكم السعوديه مرورا بابو ظبي، هاتوا لنا معاكم الكاس السوبر. هاتوا لنا كاس. الى اي درجه شايف ان الموضوع ممكن فعلا ينتهي بهذا الشكل؟ هو النقطه مشكله النادي الاهلي، والناس دي يمكن ما كتير من الساده المشاهدين او المسؤولين او المثقفين لو يعرفوا، ان اصعب فرقه او اصعب فتره بتمر بيها النادي الاهلي هي فتره توالي البطولات طبعا المختلفه، مش توالي المباريات في حاجه واحده. طبعا. يعني طبعا. لو توالي المباريات في هدف واحد خلاص، لكن انت دلوقتي بتحضر لعيبتك لدوافع كاس السوبر الاولاني اللي خسرناه من في افتتاح البطوله اللي هو كان كاس السوبر الافريقي، ثم البطوله بتاعت دوري الافارقه السوبر اللي برضو خسرناه. دي عايزه دوافع، يعني المدرب بيحضر لدوافع السوبر، ثم يحضر لبطوله تانية، ثم يحضر مش بدني ولا فني ولا مهاري. كل ده عادي. ما هتقول لك ما اللعيبه هم وبيجروا هم، لا، في حاجه اسمها الجهاز العصبي اللي بيحرك عضلات اللعيبه واللي بيحرك تحركاتهم واللي بيديهم التركيز ينفذوا واجبات المدرب اللي بيقوله لهم. فانت بتخلط الجهاز العصبي ده برضو، ده يعني احنا بشر، ده الكمبيوتر نفسه ساعات بيهنج، فمخك اكيد بيهنج لان دوافعك مختلفه. كل بطوله لها دوافع. هو جاي دلوقتي ماتش السوبر ما بينه وما بين كاس العالم، ما بتلحقش تفرح. هي كل يعني بطوله يا كابتن فتحي ليها دوافع، ولا في دافع واحد هو اللي دايما موجود مع كل بطوله اللي هو دافع الحصول على لقبها؟ ما هو دافع الحصول على لقبها ده ايه بقى؟ الطريق للحصول على اللقب. الطريق على الحصول على اللقب في بطولة السوبر الافريقي غير الدوري غير كاس العالم غير، لان الفرق اللي قدامك مختلفة. صحيح. وبالتالي انت الدافع واحد، اي فرقة اي مباراة لها دافع انك تكسب، بس الطريقة انك تكسب بيها الفرقة دي غير الفرقة دي غير الفرقة دي، والجو ده غير الجو ده غير الجو ده، طريقة لعب الفرقة دي غير طريقة لعب كده. انت بتلعب مثلا
بتلعب امريكا اللاتينيه، بتلعب اسيا، بتلعب مثلا اليابان للاتحاد قبل كده، افريقيا، شمال افريقيا، وبعدين تلعب ساوث افريكا في مامولود سان داونز المباراه بتاعتنا. الفرق طالما اختلفت، ما هو الدافع واحد، اختلفت، يبقى انا لازم احضر دوافع بطريقه صح عشان اوصل للهدف بتاعي.